مشروب النضارة للوجه، مشروب نرفع فيه مقاومة الجسم، نرفع المناعة ضد الأمراض. خلونا نتعرف على مشروب صيفي رائع رح تنتعش في أرواحنا ورح نحافظ فيه على جسمنا وبشرة متألقة. Let's go! يسعد أوقاتكم أحبتي، بتمنى تكونوا بصحة وخير وسلامة. اللي عم بتابعني أول مرة معكم لبين الحي، حاصل على درجة دكتوراه بالكيمياء التحليلية، خبيرة التغذية العلاجية بلوجة الشيخوخة وجمال السيدة. اليوم رح نحكي بنقطة تغذوية. النقطة اللي رح نحكي فيها هي نقطة الكل عم يحكي فيها، كيف بدنا نرفع مناعة جسمنا من الأمراض. مشروب سحري رح نستخدم فيه الزنجبيل والكركم، واللي ما موجود عنده طبيعي يعني ما هو موجود أخضر فينا نستخدم اليابس، لكن إذا كانت المكونات خضراء رائعة جدا. المكون الثالث هو رح يكون حمض الليمون. المكونات رح نغسلها جيدا، نقشر الأجزاء اللي ما بنحبها. أنا استخدمتها مع يعني قشرت جزء وجزء تركته بقشرته لأنه مبرعم، والبراعم أنا بدي حافظ عليها كلياتها فيتامينات كويسة. الحامض أيضا بقشره، منزوع البذور بس بقشره. هذه المكونات الرائعة، كمان الزنجبيل قشرته وجزء منه تركته بقشره مكان فيه براعم. الفكرة هلأ هذه المكونات رح احط لها نص كاسة مي وعصرهم، وبعد منها بنشوف شو رح نساوي. خلوني اعصرهم وارجع لكم. حاسة انه نص كاسة مي ما بتكفي، رح اضيف مي زيادة، كاسة مي، بنعصرهم وبنرجع. والنتيجة بعد الطحن بنحطهم بقوالب ثلج وبنحتفظ فيهم بالبراد. ايمت ما حبينا نستخدمهم بناخد مكعبين وبنصنع فيهم اطيب مشروب بارد. هذا المشروب البارد سحري بالنسبة لجسمنا. خلونا نعتمدوا بهذا الصيف الحلو بدال الكولا وبدال المشروبات الغازية، والى مشروبات صحية ترفع المناعة. اصدقائي الغوالي بتشكر حضوركم، وما تنسوا تشاركوا الموضوع مع أصدقائكم حتى نرفع سوية الصحة عند الجميع. بتشكركم وما تنسوني من كومنت حلو أو لايك وشير، وخبروني شو بتحبوا نضيف معلومات جديدة. محبتي، انطروني بالفيديو القادم.